السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة جديدة. سؤال بيجي على بال ناس كتير جدا، هو ازاي السفن الكبيرة العملاقة اللي بيبقى وزنها بالأطنان دي بتقدر انها تطفو على المية عادي، في حين انك لو جبت مسمار حديد صغير جدا ورميته بتلاقيه بيغطس في المية. ونفس المبدأ بالظبط لو انت كنت بتصيف مثلا في البحر وجيت نمت على ظهرك في المية تلاقي المية بتشيلك عادي، في حين انك لو وقفت على المية كده بطولك كده عمودي على المية هتبص تلاقي المية بتاخدك وانت بتنزل لتحت وبتغرق. طب ايه بقى التفسير بتاع الموضوع ده وايه اللي بيحصل بالظبط؟ فعشان نفهم بقى التفسير اللي بيحصل في المواقف دي لازم نرجع لواحد من اهم قوانين الفيزياء وهو قانون ارشميدس. القانون ده طبعا اللي كان مزهقنا كلنا في الثانوية العامة في مادة الفيزياء، ولكن احنا النهاردة هناخد الخلاصة اللي هتفيدنا في الاجابة على السؤال ده ونشرحها بطريقة سهلة وبسيطة. مبدأ ارشميدس بقى بيقول ايه؟ بيقول ان البي بتساوي الدبليو. ايه البي وايه الدبليو؟ بكل بساطة ان البي بتساوي قوة دفع الماء، يعني القوة اللي المية هتدفع بيها الشيء لأعلى، سواء بقى ان كان سفينة او انت او مسمار او اي حاجة، القوة اللي هتدفع بيها المية الأعلى دي اسمها البي. طب ايه الدبليو؟ الدبليو دي هي وزن السائل المزاح. مش عايزك تتلخبط ولا اي حاجة، خلينا ندي مثال بسيط هتفهم منه الموضوع ده. بكل بساطة انت لو جبت كوباية عندك ورحت مليها مية لآخرها فوق خالص، ورحت جايب كورة او اي شيء معدني ورحت مسقطه في المية دي، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي ان المية دي هتكب شوية مية بره، شوية المية اللي طلعوا واتكبوا بره دول دي اسمها السائل المزاح. وفي الحالة دي كده بقى يبقى حجم السائل المزاح اللي طلع ده هيساوي قوة دفع المية اللي كانت بتدفع الشيء اللي انت رميته في المية. ده بكل بساطة كده ملخص مبدأ ارشميدس اللي احنا نحتاجه علشان نفهم التفسير بتاع الظاهرة دي. ففي قانون ارشميدس بقى بيقول لك لو كانت قوة دفع المية بتساوي حجم السائل المزاح او اكتر منه، في الحالة دي هيتطبق قانون الطفو، والشيء اللي انت رميته في المية ده هيترفع لفوق وهيطفو على سطح المية، ولو كان العكس طبعا الشيء ده هيغطس وهيغرق في المية. فلو جينا بصينا مثلا على السفينة اللي بتبقى ماشية في المية، السفينة دي بتبقى تحت تأثير قوتين، القوة الأولى وهي قوة وزن السفينة اللي بيخليها تنزل لتحت، في نفس الوقت هيكون في قوة تانية اللي هي قوة دفع المية اللي بترفعها لفوق. والله بقى لو كانت قوة دفع المية اللي بترفع السفينة لفوق دي أكبر من قوة وزن السفينة، في الحالة دي السفينة هتطفو عادي. أما بقى لو كان القوة بتاعة وزن السفينة أكبر من قوة دفع المية، وفي الحالة دي السفينة هتنزل لتحت وهتغرق. ولكن الموضوع مش معتمد بس على قوة وزن السفينة، ولكن بيعتمد أكتر طبقا لقانون أرشميدس على وزن وحجم السائل المزاح. مهندسين السفن بقى لما بيجي يصمموا سفينة لازم يعملوا تجويف في السفينة من تحت، والتجويف اللي بيبقى موجود في السفينة من تحت ده هو اللي هيغطس تحت المية، وبالتالي هو ده اللي لازم قوته تبقى مساوية لقوة حجم السائل المزاح. فخلينا كده ناخد مثال سريع. لو انا عندي سفينة، السفينة دي وزنها لوحده 4000 طن، وطول السفينة دي 120 متر، وعرض السفينة 20 متر، والجزء الغاطس فيها 7 متر. فلو انا جبت السفينة بالمواصفات اللي انا قلت عليها دي وجينا حطيناها في البحر، هل السفينة دي هتطفو ولا هتغرق؟ طبقا لقانون ارشميدس والحسابات، تعال نبص بقى على الحسابات هتبقى عامله ازاي. قانون ارشميدس بيقول لك ان حجم السائل المزاح هيساوي حجم الجزء المغمور من السفينه اللي هم السبعة متر. فلو حبينا نحسب حجم السائل المزاح هيساوي السبعة متر الجزء اللي غاطس من السفينه في طولها في عرضها، يعني يساوي 7 في 120 في 20، وبالتالي حجم الجزء المغمور هيساوي 16800 متر مكعب. طب كمية السائل المزاح بقى هتساوي ايه؟ هتساوي والله حجم الجزء المغمور اللي احنا جبناه ده مضروب في كثافة المية بتاعة البحر، واللي هي لما تيجي تحسبها هتلاقيها 17220 طن. اذا بقى كده قوة دفع المية اللي هترفع السفينة لفوق بتساوي 17220 طن، في حين ان وزن السفينة او قوة السفينة اللي هتشدها لتحت هي 4000 طن بس. فلما نيجي بقى نحسب الفرق ما بين القوتين هتلاقي 13220 طن، وده كده الجزء او الكمية اللي تقدر السفينة انها تحمل، يعني السفينة دي تقدر تشيل عليها من البضائع بقى او الاشخاص او اي شيء بما يوازي 13220 طن. وفي الحالة دي كده ان السفينة هتمشي وهتطفو على المية عادي، لا وكمان تقدر تحملها ب 13220 طن. لكن طبعا بيبقى فيه سيفتي فاكتور او عامل امان، ما بيحملوش بالكمية اللي طلعت دي بالظبط، بيحملوا اقل منها شوية. وفي حاجة تانية كمان مهمة جدا، ان السفن كلها بتتبني على شكل افقي، يعني بيطول في طول السفينة على قد ما يقدر وما تلاقيهاش بارتفاعات عالية جدا. ليه بقى الكلام ده بيحصل؟ لان كل ما زودت مساحة السطح المعرض للماء كل ما زادت قوة دفع المية بتاعتك. يعني لو سفينة طولها 50 متر وسفينة تانية طولها 100 متر، فالسفينة اللي طولها 100 متر قوة دفع المية بتاعتها هتبقى اكبر. ولنفس السبب بالظبط انك لو جبت مسمار ورميته في المية بتبص تلاقيه بيغرق، مع ان وزنه ممكن يكون قليل، ولكن المساحة بتاعت سن المسمار اللي بتبقى معرضة لسطح المية بتبقى قليلة جدا، وبالتالي ما بيتولدش قوة دفع كفاية من المية علشان تقدر ترفع المسمار ويقدر ان هو يطفو على سطح المية.
ولنفس السبب بقى بالظبط، لو انت كنت في المصيف او كنت في تدريب سباحه او بتبلبط في اي حته وتيجي تنام على ظهرك، فانت كده زودت من مساحه السطح المعرض للماء، وبالتالي الميه بتولد قوه دفع كبيره تقدر انها ترفعك لفوق. علشان كده لما تيجي تنام على ظهرك او تفرد جسمك على الميه، الميه بترفعك، في حين انك لو وقفت عمودي كده في الميه فانت كده قللت من مساحه سطح جسمك المعرضه للميه، وبالتالي ما بتولدش قوه دفع كفايه من الميه بانها ترفعك لفوق، وبالتالي بتبص تلاقي نفسك كده ايه بتغرق وبتنزل لتحت. وفي الاخر بقى عندي ليك سؤال، لو تعرف اجابته جاوبني تحت في الكومنتات. دلوقتي احنا اتكلمنا على السفن وازاي بتطفو على سطح الميه. الغواصات بقى بتبص تلاقي الغواصه طويله كده، برضو مساحه السطح المعرضه للميه كبيره، بس في نفس الوقت بتقدر انها تنزل في اعماق الميه من تحت وتغوص على اعماق بعيده جدا تحت في المحيط، وفي اي وقت حبت انها تطلع لفوق بتطلع لفوق وبتنزل لتحت. ازاي بقى الغواصه بتقدر تعمل الحكايه دي؟ لو تعرف الاجابه اكتب لي تحت في الكومنتات. لو وصلت لحد هنا سيبك تقول لي شفت الفيديو للاخر عشان برضو ده بيفرق معايا جدا. بس كده اتمنى تكون استفدت من الفيديو النهارده، عاوز اتقدي كده. اشوفكم ان شاء الله في رحله جديده. سلام عليكم.